هذا صحيح. فيما يخص المنع والمراقبة، أنت لا يمكنك أنك أنت تراقب ابنك وابنتك طوال اليوم. الشيء اللي تستطيع أنك تفعله أنك تمارس ما يسمى بالتحصين الداخلي. التحصين الداخلي أنك أنت تجتمع مع الأبناء وتبدأ بتعليمهم كيف يتعاملون مع الأخطار حولهم، كيف يتعاملون مع لقطة مخلة، كيف يتعاملون مع شخص يريد أن يتحرش عبر الإنترنت، كيف يتعاملون مع مشاهد ليست لائقة، كيف يتعاملون مع هذه الأشياء. أنت تعطيهم تحصين، تبني داخلهم هذا التحصين ومراقبة الله عز وجل، بمعنى أنك أنت تبرز لهم المخاطر أولا لكي يتوقعوها، لكي يعرفوا كيف يتعاملون معها. هذا الشيء الأول. من ضمن كذلك التحصين أنك أنت يعني في دراسة تحدث فيها الأكاديمية الأمريكية لرعاية الأطفال، تكلموا أن تحذيرهم الشديد اللي هو من إلى سن واحد ونص، يعني سنة ونص، أقل من سنة ونص يمنع منعا باتا التواصل مع الأجهزة، ما بعد السنة ونص لك ساعة إلى خمس سنوات، ما بعد الخمس سنوات لا توجد هناك دراسة حاسمة لعدد عدد الساعات، لكن نعم. التحصين الداخلي هو الحل.